اخواني اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناه غادي الفلوج. ولكن هذا اول فيديو كتشوفوا على القناه، فما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. الفيديو ديالنا اليوم هو في اطار سلسله ديال المشاريع اللي احنا غادي نكملوها دابا، والمشروع ديالنا اليوم اللي هو واحد المشروع مهم بزاف الصراحه، والارباح ديالو مضمونه، يعني 1000% ماشي 100% وانما 1000%، ولكن ضروري الواحد خدم عليه مزيان وعرف كيفاش يتعامل مع هذا البروجي هذا. فالفكره ديال المشروع ديالنا اليوم هي حول المشروع ديال الطبيعه الحراريه، او ما كيتسمى بسوبليماسيون. هذا واحد المشروع اللي هو بدا كيعرف الانتشار ديالو، يعني عندنا في المغرب، وبالاخص الى لاحظتوا عند المصورين، فاش كتمشي دابا عند اي مصور كتجبروا انه واحد دي برودوي بحال هكا كيدير عليهم ديال السوبليماسيون، داك لي كوك ديال التليفون ولا غطار صحن ولا كاس ولا هذوك ديال الجرانيت، داك لي طابلو ديال الجرانيت. فهذا جزء بسيط، يعني واحد ولا 2% من الامكانيات ديال هذا المشروع هذا. فما تقولش انه حيت هاد الناس دايرين زعما هاد المشروع هذا صافي لا راه ما غاديش يتمشى، بالعكس هاد البروجي عنده واحد الامكانيات اللي هي غير محدوده نهائيا، بحدك قادر تبدع وانت يمكن لك تزيد في هاد البروجي هذا. فاليوم غادي نعطيكم انا جميع المعلومات على هاد البروجي، ونعطيكم ايضا واحد الاسرار اللي يعني ما نظنش واش الجميع كيعرفها، واللي هي تزيد تضاعف لك هاد الارباح ديال هاد المشروع هذا عشرات وعشرات المرات. فكما كتشوفوا هنايا معايا في الشاشه، هذه هي الجزء الاساسي من هاد المشروع هذا، هي هاد لابريس ديال السوبليماسيون اللي كيكون فيها، هذا هو الجزء الرئيسي. هذه بريس كتصلح اللي هما لي سيرفاس بلات، شي حاجه كتكون بلات، يعني هذا هو الجزء اللي كنستعملوا. هاد الجزء هذا خاص بلي ماغ، يعني داك الغراف باليد او لا كاس، اي حاجه كتكون اي حاجه مدوره، يعني هكا الكيسان. هذا خاص بلي بلا، هذا كبير وهذا يعني صغير، وهذا خاص بلي كاسكيت، هذا الجنب بحال دابا هكا. هذا الوسطاني كيمكن لك تصوب فيه، هذا الجزء هذا الوسطاني يمكن لك تصوب به يعني لي تيشيرت، تصوب به الخشب، تصوب يعني خشب بجميع الاشكال، غرانيت، لي ميدايون، لي تروفي، اي حاجه اي حاجه. غادي نوريكم واحد الصوره اللي كتبين لنا يعني شنو كنحتاجوا بالضبط في هذا المشروع هذا. دونك هنا كنشوفوا هذا هو لابريس الرئيسيه، هذا كل جزء هو هذا مصور لي برودوي اللي كيمكن له يصوب. هنا كنشوفوا هذا راه خاص بلي كاسكيت، وهنا لي تيشيرت كيمشيو مع هذا، هما هو ولي كوك ديال التليفون. هذا خاص بلي ماغ، وهذا خاص بلي بلا. دونك هذه يمكن لك تكون شي مره كتكون ان باك، يعني كتكون هذه هي الرئيسيه اللي فيها هذا اللي كيتحكم في الحراره، كيكون راكب في هذا الماشين الرئيسيه. دونك وهادو شاك فوا خصك تركب هادو مع هذا، كما كتشوفوا هنايا، هنا ركبنا الكاسكيت وهنا ركبنا الجزء ديال البلا. ولكن من الاحسن يكون كل جزء منفصل بوحدو باش ما تكون عندك الخدمه بزاف، ما تضطرش انك تصوب هاد الحاجه وتوقف وعاد تصوب هاد الحاجه. اضافه لهادي فكنحتاجوا اون امبريمونت ضروري، كنحتاجوا امبريمونت اكثريه كتكون ايبسون، واللي كيكون عندها لونكر ريشارجابل، يعني هاد لي كارتوش هادو كيتعمروا، هاد القريعات هادو كيتعمروا بالمداد. ومن الاحسن كتكون اطروا، يعني تاخذ اكبر مساحه ممكنه باش تمكن لك يعني تخدم بها الماكسيموم. وخلاص ضروري خص يكون ام بي سي، وتصاور اما كيجيبهم لك الناس، اما كيمكن عندك تاباري فوتو كتصور انتيا راسك. ولكن الاجزاء الاساسيه هي لا ماشين، بي سي، وامبريمونت، وكنزيدوا بعض يعني المنتوجات اللي كيمكن لك دير عليها سوبليماسيون، البابي ترانسفير اللي هو كتستعمل، يعني مسائل تقنيه. مادام ما كيطلبش هذا البروجي يعني شي تقنيه كبيره، يكفي يكون عندك لي برودوي. هذوك الناس اللي شريتي عليهم لاباري راه كيقدروا يدير لك اون بتيت فورماسيون، دخلتي اليوتيوب كتقلب راه كلشي كاين، كلشي واضح، لانه كل منتوج عنده واحد درجات الحراره وواحد المده اللي كترجل عليها هذا لاباري هادي باش كيعطيك لو برودوي. دونك انت كتاخذ بابي ترانسفير اللي كتصوب عليه داك التصويره ولا داك الزواقه اللي باغي تنتج، كتامبريميها في الامبريمونت، كتخرجها كديرها في هاد لابريس، كتريكل لابريس على حسب الحراره والمده اللي كتماشى مع داك البرودوي ديالك، النوع ديال البرودوي ديالك، ومي صافي ومي كتسالي البرودوي كيكون واجد، يعني في مده قليله. الطباعه معروف انه كاين مثلا واحد ثلاثه الاشكال ديال الطباعه، كاين الطباعه ديال لونكر اللي هما بلي زامبريمونت، داك ايكولينك وداك الشيء، طبع على الباش ولا طبع على الفينيل، هذاك عنده الدومين ديالو.
سورتو فاش كيكون شي مساحه كبيره ممكن لك تصوبها الا بداك الشكل ديال الطباعه. كاين السيريغرافي مي كتكون عندك واحد لا كونتيتي مثلا كبيره بحال دابا لي تيشيرت كيمكن لك تصوبهم بسبليماسيون كيمكن تصوبهم بسيريغرافي، ودي اللي عندك واحد الكونتيتي كبيره 600 700 800 الف خصك السيريغرافي، صعيب عليك تصوبهم بسبليماسيون لان بالسيريغرافي كل ما اكثر كل ما كثرت لا كونتيتي كل ما لو كو كيزيد ينقص. سبليماسيون صوبتي بياسه ولا صوبتي 1000 لو بري هو النيت، لان ديما خصك تطبع وتلصق تطبع وتلصق دونك لو بري ما كيتغيرش، ولكن يدي عندك واحد المساحه اكبر في النوع ديال لي برودوي اللي يمكن لك تستعمل. دونك انا غادي نعطيكم كاع المسائل اللي كتعلق بهذا المشروع، ونعطيكم كذلك بعض الاسرار اللي ما كيعرفوهاش الناس ميم هما اللي خدامين في الدومين وكاين اللي ما كيعرفش هذه المسائل هذه، واللي غادي تسمح لك انك تضاعف الربح ديالك وتزيد من الابداع ديالك. فهاد لاباج اللي حنا كنشوفو ديال واحد لا سوسيتي اللي هي سوبليماسيون سي ان برينت يمكن لكم تشوفوها في فيسبوك، اللي هو من الناس اللي معروفين في كازا كيبيعوا هاد لي برودوي هادو، يعني اللي بغى ياخذ هاد لا ماشين هو عنده في لاباج فيسبوك جميع لي ماشين ديال هادشي ديال الاشهار، ولكن حنا كان دابا كنركزوا على هادشي ديال السوبليماسيون. فكتشوفوا هادو لي تروفي هنا، هاد الشهادات ديال التقدير هادو كلهم ديال السوبليماسيون، هنايا لي ماغ هذا ديال الجرانيت كما كتشوفوا هنايا، هادو دي طابلو ساعه، هادو لوف كور، كاين دي برودوي بزاف يعني هادو لي برودوي كاع كاينين، هادو هنايا لوف لي طابلو، كاين هادو لي جيلي، كاين كتشوفوا هنايا هادو كاين الساعات كيسان تيرموس خدادي بزاف، كاين دي طابلو بحال هكا، كاين لي برودوي الى ما لا نهايه يعني تعيات تعزل في لي برودوي كاين بزاف. غنشوفو هنا عاوتاني لي برودوي عاوتاني هما دوك كتشوفو هنايا النيت، هادو لي ماغ، هادو ديال الجرانيت لي طابلو من الصغير حتى للكبير كاين بزاف، كاين لي ميدايون، كاين هادوك ديال الكريستال صغيورين، هاد السناسل، كاين دي بورت كلي بزاف بزاف ديال لي برودوي كاين. هادو لي جيلي تا هما ديال السيكوريتي ولا ديال المعامل اللي كتطبع فيهم ثم كتصوب سوبليماسيون، دونك هنا راه كاين لي برودوي بزاف. هنا الحاجه اللي كنركزوا عليها هي الابداع، خصك تعرف اشنو تصوب بهاد لا ماشين هادي، هي عندك لابريس عندك لامبريمون ولكن خصك تعرف كيفاش تستغلها، ما كاينش غير هاد لي برودوي هادو، وحتى لهاد البرودوي ملي تستعملهم خصك تعرف كيفاش الصوره تصوبها وتنسقها وتطبعها. انا درت كيلكو بيتي ريشيرش هنايا في الانترنت، وبطبيعه الحال راه لي برودوي ما تبغيو تشوفوا يعني شي مثال ديال شي بروجي بحال هكا احسن تشوفوا لي فيديو ديال لي زيتازوني ديال امريكا، خليكم اوروبا ولا حتى من العرب ديالنا، شوفوا امريكا لانه ما سبق لنا في هذا المجال، وغادي تشوفوا الشكل ديال الابداع كي داير. كتشوفوا هنا في هذا الفيديو هذا انا ما قدرتش نلونسي لو فيديو على ود الكوبي رايت يمشي وقع لنا شي مشكل، فغنخلي غير الفيديو انا داير لو بوز. دونك درتي غير سوبليماسيون بروداكت في يوتيوب يخرجوا لك هاد لي فيديو ديال بالانكلي، هنا كتشوفوا راهم مركزين بزاف على لي فوتو، يعني كطبع لي فوتو دو فامي دو ديال الطبيعه هانتا الحيوانات بزاف. هادو هنايا كاين دي بلاك ديال الالومنيوم الخشب كيمكن لك تطبع على الام دي اف، دونك هنا الواحد خصو يعرف مع من هادي يخدم. دي فوتو بحال هكا يمكن لك تصوبهم بور لي فامي، يمكن لك تصوب يكون شي عيد ميلاد، يكون شي اسبوع، يكونوا لي مارياج، دير بحال دابا دي باك خاصين بلي مارياج، يمكن لك تتعامل مع المدارس لانه المدرسه فيها واحد العدد كبير ديال الناس ديال التلاميذ، الا كان واحد اون كوموند يعني يكون عندك الربح مزيان تقدر دي برودوي اللي هما خاصين بداك المدرسه. وانا غادي نوريكم بعض الامثله اضافه للشكل ديال لي فوتو شحال هادي راه كانوا كيدوروا علينا في المدرسه، كنا كل عام كنتصوروا داك الفوتو دو كلاس كتبقى لك كذكرى، فيمكن لك هنا الفوتو تصوبها في الجرانيت ولا تصوبها في دي بلاك ديال الالومنيوم ولا في ام دي اف، واحد الطريقه اي واحد الابداع جديد واللي كيحافظ على التصويره. وكما كتشوفوا النتيجه ديال لامبريسيون في هاد لو جون دو بروجي، هانتوما كتشوفوا هاد التصويره هنا من اللور ديال الطبيعه ديال الجبل، يعني واحد لو روندو يعني كيخرج راه شدي راه كيخرج شي حاجه زوينه بزاف. فمثلا هنا كنزيد تشوفوا انواع ديال لي فوتو، هما دوك كتشوفوا كاع دايرين الشكالات، يعني ابداع الى ما لا نهايه. هادي دوزناها نجيو لهنايا، هنايا كاين الفينيل سوبليماسيون ما كتكونش غير في لي فوتو اللي كيكون في بابي ترانسفير، كاين حتى واحد لو فينيل اللي هما هاد لي رولو هادو ديال الفينيل، كاين العادي وكاين هذا الجليتر كيكون فيه بحال لي بايت
وكيكون هذا بريوم جميع الالوان. هذا كتحتاج مع واحد البلوتر اللي هو هذا، هذا البلوتر هو اللي كيقطع هذا الفينيل باي كولور، ومن بعد كديرو في الماكينه ديال البريس، وكيكون كيخرج في لي تيشيرت. يعني راه هنايا واحد الفيديو هو بحال هكا، هذا هو المنتوج اللي كيعطيك النهائي. يعني غادي دير الفينيل كحل بحال دابا، ومن بعد كدير الفينيل مثلا زرق. هنا كتشوفوا واحد المثال اخر ديال هذا، كيتستعمل بزاف في لي تيشيرت ديال، غنوريكم ليكزومبل، ها هو ده هنا مثلا، كيتستعمل بزاف في لي تيشيرت ديال الرياضه اللي كيكونوا فيهم لي نيميرو هادو، ولا حتى في داك لي جيلي ديال اللي كيكون مكتوب فيهم سيكوريتي، ولا كتكون مكتوبه فيهم يعني السميه ديال الشركه ولا شي حاجه. هذا هو اللي كيتستعمل. دونك في الاول كدير الكولور الاولى، ومن بعد كتزيد عليها الكولور الثانيه، ها هي ديال الكولور بالاحمر، باش في التالي كتعطيك النتيجه هي هذه. هذه خاص بلي تيشيرت بالفينيل. اضافه لذلك كاين الترانسفير العادي اللي كيهو انت كتحتاج بابي ترانسفير، اللي هو كيتباع عند هاد الممولين اللي كيبيعوا هاد لي برودوي هادو. دونك انا غادي نوريكم واحد لي فوتو. دونك هذا هو الفينيل اللي قلت لكم اللي كنستعملو. دونك كاينه معاه هنايا، كاين معاه البلوتر، هذا هو اللي كيقطع لنا داك الفينيل، ومن بعد كنستعملوه في لابريس. هنايا كاين واحد الشركه واحده اخرى اللي هي سوبليتك، حتى هي معروفه، هذه خديت لاباج ديالهم جو كخوا، هذه معرض فيسبوك ولا انستغرام، جو كخوا فيسبوك. سوبليتك هادو هما لي زامبريمونت ابسون، كاين ا4 وكاين ا3، من الاحسن تاخد ا3 باش تعاونك. هنا كتشوفوا النوع ديال لي ماغ، هذا واحد، هذا ابداع مثلا في الطريقه باش كاين الامبريسيون، حيت شفت بعض الناس دايرين شي امبريسيون اللي هي شويه ناقصه. هنا كتشوفوا البرودو كيفاش خارج، هادو حتى هما دو لي ماغ. هادو هنا كتشوف واحد المثال في الجرانيت، هذا خاص بالمدارس، الا تقرانا تقرر تقدم اداره المدرسه الابتدائيه كذا بالشكر الجزيل للمعلمه الفاضله. هذه يعني بحال تقدير وشكر لواحد المعلمه، يمكن لي كنت بالنسبه للتلاميذ اللي كيتفوقوا في الكلاس صوب لهم ان طابلو بحال هكا وتبروبوزي على شي مدرسه، فما يمكنش ما يقبلوش منك شي حاجه بحال هكا. يعني هادو دي برودوي اللي هما خاصين بالمدارس. هنا كتشوفوا حتى هي معلمتي الغاليه، هذا بحال كادو للمعلمه، ويمكن لي يكون بحال هكا في عيد الميلاد، في عيد الام، عيد جميع الاعياد، يعني يمكن لك تستغلها بحال هكا. هنا كتشوفوا حتى هي شهاده ديال الشكر والتقدير، ودار لها واحد الكادر ديال الخشب. هاهما دو امثله واحده اخرى، هادو في البليكسي كلاس، يعني راه كاين البليكسي كلاس، كاين الاكريليك، كاين الالومنيوم، كاين الام دي اف، كاين جميع لي برودوي، ما كاينش حدود لهذا البروجي هذا. هنا كتشوفوا حتى هي ان تقدم اسم تام التبريكات للطالبه كذا كذا لتفوقها الدراسي وحصولها على تقدير وتمييز. هادو دي زيكزامبل، هادو خديتهم من بحرين ارت، هذا واحد الكونت كاين في انستغرام، يعني هذا ابداع، انا عجبني هذا الشيء السيد، هذا السيد اللي دار هذا الشكر والتقدير، حتى هو الاستاذ او استاذه، يعني كتشوفوا هذا مصوب في هادو ديال الجرانيت ومصوب بسوبليماسيون. هنايا كنشوفوا حتى واحد الشركه اخرى انسون انك ميت، هذا الثمن هذا قديم شويه، هذا الصوره هذا، ولكن باش تاخذوا يعني فكره على الاثمنه. هذه حتى هي هنايا ابسون، هذه هي ابسون كامله، هادو لي برودوي اللي كتشوفو هنا مصوبين، هذا اللي فيه الكتابه كل ورقه وحده كتكون مصوبه بالفينيل، وهذه اللي كيكونوا تصاور بلي كولور مصورين مطبوعين في الامبريمونت. دونك هادو هما التصاور اللي كانوا عندي هنايا. دونك نجيو للمساله ديال الاسرار اللي قلت لكم في هذا البروجي. هذا السر في هذا البروجي هذا هو انه، حيت انا كتبقى ديما نتايا مرتبط بالشركه اللي كتشري عليها لي برودوي ديالك، لان برودوي خصو يكون معالج باش يمكن لك دير عليه سوبليماسيون. هاد المعالجه ما بقاش فيها مشكل. انا كندعو لاي واحد يعني كيخدم في هاد الدومين او باغي يخدم، غادي تدخل غادي دير على الطباعه الحراريه على القماش ولا على المنتوجات، غاديرها في يوتيوب، وغادي تشوف الاشقاء ديالنا الاخوان ديالنا المصريين، غادي يخرجوا لك فيديوهات بزاف ديال الاخوان المصريين اللي هما جبروا واحد الطريقه انك يمكن لك راسك تبقى تعالج اي برودوي بغيتي. كتعالجو باش؟ كتعالجو بواحد البرودوي كيتستعمل في السيارات، يعني اللي هو كيتحمل الحراره، الفيرني ديال السيارات، يعني الفيرني ديال كاليتي مزيانه،
كتاخذوا بواحد المقياس، يعني الطريقه باش كتخلطوا راه كيعرفوها الناس ديال اللي كيخدموا في الطولري اللي كيصبغوا الطوموبيلات، كيعرفوا انه كاين واحد، كاين الفيرني، وكاين واحد الماده كتسمى ماده مصلبه، وكاين التينر يعني باش كتخلط الديليو باش كتخلطوا، وكاين واحد القياس باش كتخلطهم بثلاثه، راهم كيعرفوا الناس هذه المساله هذه، وكتصوبوا بالبيستولي. فهاد البرودوي هذا جربوه الناس في الاشقاء المصريين بالاخص، انا مازال ما عرفت انا شي حد في المغرب هنايا انه جربوه ولا لا، ولكنهم سبقوا لهاد المساله وجربوه وخدام 100%. يعني كتعرفوا كما قلت لكم الام دي اف في فيديو سابق، ام دي اف رخيص، وكاين لا ماشين سي ان سي كتصوبو، يعني يمكن لك انت اي شكل بغيتي تصوبو ما تسناش عاد تمشي تشري من الفورنيسور، تصوبو لراسك وتطريطيه نتايا بهاد الماده هادي بالفيرني ديال السيارات، دوز عليه الفيرني كتخليه كيبس واحد 24 ولا 48 ساعه كيبس بوحدو وكيولي قابل للمعالجه انك تخدم به. كيما بغى يكون ام دي اف الكيسان لي ماك، كتعرفوا لي ماك راه كيتشراوها بجوج دراهم، ولا الماك متريتي كيتباع ب 9 دراهم شي مرات 15 درهم، الا شريتي انت غير ماك عادي ديال جوج دراهم 3 دراهم وتريتيه راسك وطبعتي عليه وكتبيعو ب 25 درهم ولا 30 درهم ولا حتى ب 60 درهم، يعني الربح مضمون في هذا البروجي. خصو شويه ديال الخدمه، خصو شويه ديال الابداع، تعرف الديكورات اللي تصوبهم يعني وتقول بسم الله وتبدا الخدمه ديالك. فكنظن انني طرقت لجميع المسائل الخاصه بهذا المشروع، عطيتكم الافكار، نتوما يمكن لكم تزيدوا تقلبوا في الانترنت، تقلبوا في يوتيوب، تشوفوا الناس كيفاش خدامين، تشوفوا الناس على برا شنو كيصوبوا بهاد لي ماشين هادو. ما خصكش تستعملها بطريقه كلاسيكيه تصوب خديه كاس كاسكات عادي وتبقى تساين الناس، لا، خصك تمشي انت عند الناس اللي يحتاجوا هاد لي برودوي، كما قلت لكم مدارس، شركات، تستغل اي مناسبه، عيد، مصورين، تريتور، كلشي يمكن لك تتعامل معاهم في هاد الاطار هذا، دير لهم نتايا منتوج يعني وربي يوفق الجميع. فكان هذا يعني كانت هذه المعلومات اللي عندنا في هذا الفيديو هذا. اذا كانت هذه هي المعلومات ديالنا في هذا النهار في هذا البروجي اللي هو خاص بالطباعه الحراريه. كنتمنى بالتوفيق للجميع، ورمضان مبارك عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.